هل تدفعكم هذه الهشاشات إلى إعادة تفكيره ولربما تغيير الاستراتيجية في مجال اندماج سلاسل القيمة العالمية؟ صحيح أن ما بعد جائحة كوفيد أدى إلى تغيير جوهري في سلاسل القيمة المضافة وسلاسل القيمة الإنتاجية. العديد من البلدان تبحث اليوم عن معايير جديدة كالقرب وترغب في تفاعل أسرع على المستوى اللوجستيكي. إذا كان لديك مصنع للسيارات وتفتقر إلى قطعة صغيرة لا تصل في الوقت المحدد، فإن السلسلة بأكملها تتعطل. leadership de Sa Majesté le Roi a investi depuis عندما استثمرت المملكة المغربية لعدة سنوات بقيادة جلالة الملك في بنيتها، أولا في البنية التحتية 1000 كيلومتر من الطرق السريعة وأكبر ميناء في القارة على مستوى البحر الأبيض المتوسط و16 مطارا دوليا وغيرها، إضافة إلى تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار وامتلاك أولويات قطاعية مثل الصحة وصناعة السيارات والصناعات الزراعية والأسمدة والطيران. avoir des champions dans ces domaines. إن وجود أبطال في هذه المجالات مكننا من تحويل الأزمات إلى فرص وتوفير مزيد من الإمكانيات للاندماج في سلسلة القيمة هاته. ومع ذلك يجب أن تكون سلسلة القيمة متكاملة إقليميا وليس فقط على مستوى البلدان، فلا يمكن لأي بلد أن يفعل كل شيء بمفردها، فنحن بحاجة إلى التكامل، وإفريقيا تتمتع بخاصية التكامل بين دولها.